ها هوايا مول الزريعة، مول الحمص، القلاي، كل واحد وشنو كيسميه. ها هو قدامكم كيقلي في الزريعة، كنسولو هذا تقريبا معرف، ماشي معرفة، هو في الدرب ديالنا دائما كيعرفني، كنتقدم من عنده، كنكون جاي من المغرب، ملي كنكون تما كناخذ من عنده. كيأكد ليا بأنه راه 100% بدون جلوتين، غير الرملة بوحدها ما يمكنش يستعملوا الدقيق، الدقيق غادي يتحرق. ما قدرش نخلي الصوت الحقيقي حيت الطوموبيلات، وهو براسه انا كنهضر بالجهد وهو كيهضر بشوية. بزاف الناس كيشوفوني كنصور ما كيزعموش يهضروا، هذاك الشيء علاش. اذا دابا هانتوما غادي تشوفوا بنفسكم رملة 100% وبدون جلوتين، اذا كلوا انتوما مرتاحين. الرملة بالرملة مزيان ليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ غتشوفوا تقولوا هاديش من وصفة اليوم جايبة لينا، شنو غتقول لينا؟ كما كتشوفوا كل شيء هنا، زريعة حمص، زريعة كحلة، زريعة بيضاء، الحمص. حيت واحد السؤال دائما كنسمعو بزاف المرات، ودائما انا كان عندي نفس الجواب. في الاول جاني شويه الشك، وهو واش السيلياكيين مسموح ليهم ياكلوا الزريعه والحمص؟ كما كتشوفوا هادشي راه غير القليل اللي غنتشارك معاكم، راه عندي بزاف. انا بحال مول الزريعه والحمص انا فيما كنت مسافره كنجيب معايا، راه بزاف باقين في الكوزينه ما جبتهمش، بغيت غير نوريكم نشارك معكم هادشي. غنشارك معكم فيديو بعدا اللي درتو مع مول الحمص والزريعه، حيت دائما كنسولهم وكيعطيوني نفس الجواب، كيقولوا لي راه الزريعه والحمص راه ما يمكنش غادي نقليوهم في الدقيق، لا يمكن. قال لك الا درناهم في الدقيق راه غيتحرق كلشي. شوفوا غير نتوما غير في البطبوط ملي كنكونوا كنطيبوا فيه هذاك الشيء الفرت، هذاك الدقيق اللي كيجي في المقله راه كيتحرق. هو قال لك هكاك راه كنديرو غير في الرمله، الرمله بوحدها. ها نتوما هذه راها من المغرب كما كتعرفوها كاملين، هذه حتى هي راها من المغرب. هذه جبتها معايا من مصر، انا راه معروفه وعارفيني العائله فين ما مشيت المغرب، راني كنجيب معايا اللي جاي من المغرب كيقول لي اش نجيب لك، كنقول ليه جيب لي الزريعه والحمص راه معرفيني. ها نتوما هذه مخلطه كامله، هذه هما عندهم نوع اخر. شو الحمص ديالهم شحال رقيوق، عندهم حتى هذه زوينه بنينه رقيوقه، ولكن بنينه هاد الزريعه ديال القرعه. وعاد عندهم هذه العاديه الكبيره، هذه ملي مشيت لشرم الشيخ جبتها معايا، حتى هما عندهم موجوده في الزنقه كتباع، ماشي مول اللي كيقلي هو اللي كيبيعها. المهم هادو قلت لكم من المغرب، عندي بزاف باقين. وهادو هادي قلت لكم راها من شرم الشيخ جبتها انا معايا، راه باقا جديده، كنديرهم في هاد الحكاك كيبقاو مزيانين ولا القراعي، وكنخليهم هكا حتى منظر، واخا يبقاو فوق الطابله ماشي مشكل، وكيبقاو مسدودين. هادي عاد فرغتها شويه من الحك، هادي ديال الاتراك، هادي جاتني من عند النسيبه ديالي ديال تركيا. صافي بغيت غير نجاوبكم، حيت يلا سمعتاني واحد الاسئله في الجروب كتداول واش ممكن ناكل الزريعه، كيجاوبوها الناس خرين لا ما تاكليهاش راه فيها الدقيق، راه ما كاين لا دقيق لا والو في الزريعه. وراني مشيت وهضرت مع مول الزريعه كنسولو دائما، ولكن دابا جبت الدليل سولته مباشره. انا غنشارك معكم دابا الفيديو، يلا كلوا الزريعه بخاطركم. انا دائما عمري ما خطيت الزريعه لا في المغرب ولا هنا، الزريعه الحمص كاع هادشي عزيز عليا وكناكلو دائما.
يلا السلام عليكم، كنتمنى نكون فدتكم بهذا الفيديو وبهذه النصيحة وتقتنعوا بها، والسلام عليكم ورحمة الله.